أهلا بكم. تضحية بلا حدود وعمل ذوي يجمع ما بين الإنسانية وتلبية الداء لدى متواجدين اليوم في المديرية العامة للدفاع المدني لتغطية كافة تفاصيل الحفل الخاص بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني. إليكم كافة التفاصيل. برعاية كريمة من السيد وزير الداخلية المحترم وحضور السادة الوكلاء والمدراء العامين احتفلت مديرية الدفاع المدني في عيدها لما لهذه المديرية من مشاركات في جميع مؤتمرات هذه المنظمة وحقيقة وحصلت على الكثير من الأوسمة لضباط الدفاع المدني وكتب شكر وتقدير لفاعليتها في هذه المنظمة. في هذه المناسبة نزف أزكى التهاني والتبريكات لرجال الدفاع المدني أينما كانوا ولكل رجال الدفاع المدني في العالم. بنفس المناسبة اليوم حقيقة قدم السفير الفرنسي هدايا تخص عمل الدفاع المدني وأجهزة حديثة قد نستخدمها في حالات الحوادث التي قد تحصل. الحمد لله وشكر مديرية الدفاع المدني قائمة بواجباتها وفقا للقانون الاختصاصية اللي هي عمليات الإطفاء والإنقاذ ومعالجة القنابل غير المنفلقة وكذلك فريق البحث والإنقاذ الدولي الخاص بإنقاذ المصابين وانتشال جثث الموتى من تحت الأنقاض وكذلك فريق CBRN الدولي الخاص بالضربات الكتلوية. الدفاع المدني قدم وسيقدم الكثير لخدمة مواطنينا الكرام وأهلنا العراقيين جميعا. احتفلت اليوم مديرية الدفاع المدني لمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذي تحتفل به جميع دول المعمورة بهذه المناسبة والتي اعتمد الاحتفال بها منذ عام 1990 من قبل المنظمة الدولية للحماية المدنية، ويهدف هذا اليوم للتذكير بالواجبات الجسام والكبيرة التي ينفذها رجال الدفاع المدني فضلا عن استذكار الحوادث والتضحيات التي قدمها رجال الدفاع المدني. وتعتبر هذه المناسبة حقيقة عزيزة على رجل كل دفاع مدني في بلدنا الحبيب وفي دول العالم لما يقدمها الدفاع المدني من تضحيات كبيرة لمختلف أصناف الدفاع المدني المتعلقة بالإنقاذ والأطفاء ومعالجة القنابل غير المنفلقة والشرطة البيئية. وهذه تزامن احتفال هذا اليوم حقيقة بحضور ورعاية من قبل السيد وزير الداخلية المحترم وكبار قادة الوزارة الذين شاركونا احتفالنا بهذه المناسبة. فريق البحث والإنقاذ العراقي كانت المشاركة أول مشاركة له مشاركة دولية مع فرق مصنفة تصنيف دولي في مجال البحث والإنقاذ، مجال عمل الفريق في عمليات البحث التقني والإنقاذ بكافة أنواعها للأشخاص الأحياء أو الذين لقوا حتفهم. مشاركة الفريق بعد الزلزال الأخير اللي ضرب الأراضي التركية كانت لنا مشاركة ميدانية في عملية البحث عن أشخاص الناجين وإنقاذهم أو انتشال الجثث. الولايات أو المدن اللي يعمل بها الفريق هي ولاية غازي عنتاب، ولاية هاتاي. مدة العمل أكثر من 11 يوم، تم استطاع الفريق أن إنقاذ الكثير من الأشخاص المحاصرين وانتشال الضحايا. ما ميز عمل الفريق شجاعة واستبسال أبطال الفريق في التعامل مع الأبنية المنهارة التي قل نظير الفرق الأخرى أن تتعامل مع هكذا مواقع أو هكذا حوادث. في مقر مديرية الدفاع المدني تم احتفال مركزي بحضور معالي وزير الداخلية المحترم وسيد مدير الدفاع المدني والسيد الوكيل وكل قادة الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني باعتبار أنه يوم عالمي والعراق أحد أعضاء المنظمة الدولية للحماية المدنية واللي هو شارك في كل مؤتمراتها وكل ندواتها ومحاضراتها. وكان لنا الشرف في مشاركة فريق البحث والإنقاذ العراقي في عمليات البحث والإنقاذ في تركيا وكذلك حصلنا على جوائز عديدة في المنظمة الدولية للحماية المدنية لتوعيتنا وإرشادنا في كل الأفلام التوعوية والإرشادية. اليوم إحنا من خلال منبر زاكروز نقدم رسالة للمواطن باعتبار أنه الدفاع المدني هو المستجيب الأول لكل الحوادث التي تحصل من الأطفال وإنقاذ ومعالجة وكذلك حتى الكوارث الطبيعية. نريد أن نثقف المواطن، نريد أن نعلم المواطن أنه عمل وواجبات ومهام رجال الدفاع المدني اللي هم يضحون بأنفسهم وأرواحهم من أجل حماية الأرواح وكذلك الممتلكات العامة والخاصة. بهذه
هذه المناسبة نستذكر أرواح شهدانا الأبرار الذين سقطوا سواء في أرض المعركة أو في أرض الحوادث، وأيضا نستذكر ملاحم وبطولات رجال الدفاع المدني عبر هذه السنين في سواء في السلم أو في الحرب. أيضا الدفاع المدني رسالة إنسانية وطنية وأصبحت عالمية بعد ما اشترك فريق البحث والإنقاذ العراقي التابع إلى مديرية الدفاع المدني في انتشال الجثث في تركيا وسوريا، وكان الواجب وطني عالمي فعلا. بهذه المناسبة نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى سيد معالي وزير الداخلية وإلى سيد مدير الدفاع المدني وكافة الضباط وموظفي ومنتسبي الدفاع المدني، داعين من الله دوام التوفيق وداعين من الله الصحة والعافية للجميع. هذول الأبطال اللي صاحبين فضل على كل الناس، ياما خمدة وحرائق، ياما عتقة ورقاب ناس. هذه المؤسسة يعني للأسف ماكو دعم، هم اللي ضحوا بأنفسهم، اللي تشوفهم يستغرقون بالواجب يوم ويومين وثلاث أيام، هاي الحرائق الجديدة اللي مر على البلد. فنتمنى من الحكومة وكل الحكومات الجاية إن شاء الله يا ربي يسلطون الضوء ويدعمون ويسندون هذه المؤسسة. احنا اليوم كنا حاضرين، قدمنا مسرحية حلم الدخان لرجال الدفاع المدني الأبطال. الله يرحم شهدائهم وشهداء العراق جميعا ويشافي جرحاهم، وإن شاء الله يا رب إحنا نكون سند ودعم لهم. ولو ربعي نطش الماي طش الشارع، أنا وربعي نطش الماي طش الشارع بحيث النار من عندنا التعجب، وإذا تلهب شرار ويمد الدار من القذافة قل النار تشرب، وإذا لا سامح الله وفق التيار نظل نطفي. وزرعنا رواحنا شجرة بوسط نيران، نبتت غيرة والله وظلت مفرعة، صنع بس بالعراق الغيرة والعباس، وبس عد العراق نوجدت الفزعة، صنع بس بالعراق الغيرة والعباس، وبس عد العراق نوجدت الفزعة. وذا راي الدليل نطيق قبل أيام، شدينا الحزم من راية مرتفعة، فريق النخبة تدري من فزع للجار، واحنا اللي بالكلافه سيوفنا مشرعه، وذا ريان بالمغرب خذاها الموت الف ريان، احنا شفوفنا الطلعه.